أعلنت هيئة النزاهة تشكيل فريق تحقيقي للتحري عن إتلاف 7 مليارات دينار في مصرف الرافدين بناء على كتاب من مجلس القضاء الأعلى. وقالت الهيئة في بيانها أن من بين ما أوكل إلى الفريق مهمة إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن تلف العملة وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات والأفراد المقصرة، مبينة أنها لم تتلقى أي بلاغ أو إخبار ولم تسجل أي قضية جزائية بشأن الواقعة التي حصلت في العام 2013.